حصلت مفادة أخبار الآن جنان موسى على صور حصرية تظهر إلقاء القبض على أحد القادة الميدانيين من كتيبة الساعدي التي تقاتل الثوار في مدينة السرت ويقودها أخوه المعتصم. ووفق الثوار فإن هذا الشخص هو ضابط برتبة عقيد من قبيلة القذاذفة، وكان بحوزته لاسلكي وسلاح قناصة ومسدس من عيار 9 ملي.